يا غفور اسألك تغفر خطايا وذنبي وخارج الشعب يا رحمن من كل شيطان. أبو مجلي يوصلني نقد من بعض صحبي، شخص حوثي وعفاشي وثالثهم إخوان، بيقولوا لي صراحة موقفك كان سلبي، كيف ترضى على شعبك بضربة وعدوان؟ كيف رضيت أن يموت شعبك بعدوان حربي؟ كيف رضيت أن يدمر جيش شعبك ويهتان؟ كيف ترضى يصير الجيش الشرقي وغربي والسلاح يحرقه بالضرب في كل ميدان؟ قلت والله إن الحزن يعصف بقلبي وإن كبدي بيتقطع لما يجري الآن، لكن أشتي تقول لي أي جيش يا حبيبي ذي خسرنا وذي يستاهل كل الأحزان. لكن أشتي تقول لي أي جيش يا حبيبي ذي خسرنا وذي يستاهل كل الأحزان؟ قصدك الجيش ذي فلت حميدة وبشيبي، قصدك الجيش ذي فكها لصعدة وعمران، قصدك الجيش ذي سلم لكم المكبي 5 أنفار بتشل القيادة والأركان، بيجوا 2 واحد منهم فوق صعبي يستحلوا له كامل بلا أي خسران. جيشنا ضيعوه الأصل خلوه كوبي، قد تحول عصابة للزعيم وهالمرة. نعم. الذي بتقولوا له جيش أن كان مخبي يوم ذبحوا 300 نفر وسط شملة، أين هو يوم جلحوثي مخدر وكبي يخطف الناس ويفجر في أرحب وهمدة؟ أيش نفعل بجيش أخبل وقادات هدبي مسترش كلهم يحموا لنا دار القرآن؟ أيش نسوي بجيش مسترشي إنه يلبي لاستغاثة رئيس محصول؟ لاستغاثة رئيس قد حاصر طقمه الآن بعد هذا العمل هل يستحقون حقوقي؟ لا أكيد لا، إذا ما قلت لا فأنت غلطان، والسلاح الذي وجه إلى صدر شعبي لحرقوه أحرقوه ما ناش نادم وزعلا، والسياسة إذا ضاعت فما هوش ذنبي أنت واللي جعلتوها تصير في خبر كان، لأن صالح وعبده صدق من غير كلبي سلموا ما معانا من سيادة الإيران، سلموا ما معانا من سيادة الإيران. أشتي أسأل سؤال، إيران وش دخلها بي؟ ليش واصل تدعم كل مؤذي وشيطان؟ ما السعودية هي هبت الإنقاذ شعبي؟ لأن إحنا ويا أحباب يا أخي وجيران دومنا المملكة توقف معي وجنبي، خيرها دائما نازل على أرض الإيمان، كم مدارس بنت هذا نقدر نربي جيل واعي متعلم مثقف وفهمان، كم مراكز بنت ما بين خيري وطبي، كم طرب عبدتها واصبحت خير عنوان، كم من هذا اليمن بيجون من كل صوبي وسطها الآن حول 2 مليون إنسان. باختصار قل بطول الصوت واعلن ونبي قد خذاتها الرياض عندي ولا وجه طهران. قد خذات الرياض عندي ولا وجه طهران، أيها العاصفة ثوري عليهم وهبي وارفعي من الناس ما تحيي لسلمان، والصلاة والسلام في الختم من كل قلبي تبلغ المصطفى المختار.